هاد السكان ديال هاد المنزل هذا نساو شي حاجه في الطابق الاول شاعله هي اللي تسببت في اضرام النار ديال المنزل، وكانوا عالقين واحد المراه والابنه ديالها، كانوا عالقين في السطح، كون بقاو غتكون مساله كارثيه لواحد جوج من الاشخاص. اضطرينا اننا نطلعوا من المنازل ديال الجيران باش نعتقوهم، طلعنا من عند الوقاية المدنية راه تعطلات عليهم، ما جات رجال الامن جاو والقوى المساعده جاو هما الاولين.